خلينا بقى نتكلم عن الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، اللي مش بيتوقف ما شاء الله عن تحطيم الأرقام القياسية وعن إنه يسجل أهداف في كل مباراة وكل بطولة بيشارك فيها. محمد صلاح لعب من بداية الموسم 4 بطولات مختلفة، سواء بقى مع منتخب مصر أو مع فريقه فريق ليفربول، وقدر محمد صلاح إن هو ينقذ فريقه بتسجيل هدف التعادل للفريق قدام أرسنال عشان النتيجة تنتهي بنتيجة 2-2. مباريات كتير مهمة أقيمت امبارح في الدوريات الخمسة الكبرى، خلينا نتكلم عليهم سريعا كده ونعدي على اللاعبين المصريين المحترفين في هذه الدوريات مع الناقد الرياضي بلال السيسي اللي بينضم لنا عبر التليفون. صباح الخير عليك. صباح النور على حضرتك وصباح النور على كل اهلنا الطيبين في مصر، وباذن الله ان شاء الله يبقى صباح خير وسعيد على كل حبايبنا بامر الله. ان شاء الله. خلينا نتكلم على طول بقى، ليفربول امبارح والتعادل مع الارسنال في الدوري الانجليزي، احكي لنا المباراه حصل فيها ايه وانت شايف المباراه كانت ماشيه ازاي؟ يمكن هي النقطه المضيئه بالنسبه لنا في المباراه هي تألق محمد صلاح واستمرار توهجه في الدوري الانجليزي. يمكن محمد صلاح امبارح اصبح الثامن هداف تاريخي للدوري الانجليزي بالتساوي مع اسطوره ليفربول برصيد 136 هدف، وكمان صلاح امبارح عادل رقم البرازيلي فيرمينيو لاعب ليفربول السابق واهلي جده الحالي اللي قدر يسجل كمان 11 جون برصيد يعني الاكثر تسجيلا في مباريات ليفربول وارسنال عبر التاريخ، بالاضافه كمان انه صلاح يعني بالهدف اللي سجله امبارح ساهم ب 77 هدف امام انديه التوب 6 في كل البطولات، وده رقم كبير جدا، وده اللي بيدل على استمراريه صلاح، وده صعب جدا ان انت تلاقي لعيب يمتلك كل هذه الارقام ويمتلك كل هذه القدره على الاستمراريه في واحد يعتبر الدوري الاقوى على مستوى العالم. يعني هي دي النقطه المضيئه بالنسبه لليفربول خلال الموسم الجاري تحت قيمه ارني سلوت، لكن للاسف شديد جدا امبارح يعني التعادل ده منح مانشستر سيتي الصداره برصيد 23 نقطة آسف، وليفربول يعني ترفع رصيده 22 نقطة. يمكن التعادل عطل ليفربول وأرسنال، وأكثر المستفيدين بيها هو كان مانشستر سيتي اللي انفرد بالصدارة بالأمس. صلاح بيقدم مستويات يعني مميزة للغاية، أصبح هو القيمة الأساسية لليفربول. أعتقد أن ليفربول صعب جدا يفرط في خدمات صلاح خلال نهايه الموسم. انا لسه كنت هسالك في الموضوع ده، هل انت متخيل ان ليفربول هيقدر ان هو يجدد مع صلاح؟ اعتقد ان ليفربول ما عندهمش اي بديل غير اللي هو لازم يحافظ على صلاح باي شكل من الاشكال. الكواليتي بتاع صلاح ما بقاش موجود ومتاح بنسبه كبيره جدا في الدوريات الثانيه، عشان خاطر تقدر تجيب لعيب بامكانيات صلاح من تاني هتبقى ليفربول هيضطر اللي هو يعني يسدد مبلغ كبير جدا. فاعتقد ان ليفربول ما عندوش اي خيار الا ان هو لازم يحافظ على صلاح، خاصه ان صلاح زي ما احنا شايفين هو يعتبر هو نجم الفريق دلوقتي، هو اللاعب الاكثر توهجا واللاعب الاكثر خبره داخل الفريق. سواء ليفربول هيواجه صعوبه كبيره جدا في الحفاظ على صلاح، خاصه في ظل الانباء المنتشره بشكل كبير برغبه باريس سان جيرمان الفرنسي او انديه الدوري الصعيدي في الحصول على خدمات قائد المنتخب المصري. لكن اداره ليفربول يعني هتعمل وتسعى بشكل كبير جدا للحفاظ على خدمات صلاح، زي ما احنا شايفين ان هو يعتبر القوام الاساسي للفريق، وخاصه ان الكواليتي بتاع صلاح ما بقاش موجود في العالم الا في انديه محدده. عشان تقدر ان انت تجيب صلاح تاني او كده يعني تدفع اموال كبيره، اعتقد ان ليفربول هيوافق على طلبات صلاح الماليه وهيستمر صلاح تاني بشكل كبير جدا داخل ليفربول، خاصه ان كل التقارير بتاكد ان ليفربول حتى الان يعني منفتح بشكل كبير جدا لبقاء صلاح، لكن يتبقى فقط ان اللاعب هو اللي وافق على العرض المقدم من ليفربول او اللي هو وجهات النظر تختلف ما بين صلاح وما بين اداره ليفربول. لازم اداره ليفربول تبقى فاهمه اللي هي صعبه جدا تعوض صلاح، خاصه ان صلاح يعني بقى نوعيه فريده من نوعها في العالم حاليا، وعشان خاطر ان انت تقدر تعوض صلاح تاني هيبقى ان انت تبقى محتاج ان انت تدفع فلوس كبيره جدا. عشان كده ليفربول خسر لعيبه كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت، خسر كمان مدير فني بحجم يورجن كلوب، فهيبقى صعب ان هو كمان يخسر محمد صلاح في نهايه الموسم الجاري. طيب يعني ليفربول
قبل كده غير ليفربول مع سلوت، انت شايف الموضوع بقى ماشي ازاي؟ شايف الموضوع ان ليفربول اصبح دلوقتي اللي هو فريق النجم الواحد. ليفربول اصبح هو محمد صلاح، محمد صلاح هو اللي عمل شكل ليفربول. ارني سابت لغايه دلوقتي لسه بصماتهم ما ظهرتش مع ليفربول، اعتقد ده كلوب كان الفريق مختلف تحت اداره كلوب بشكل كبير. مش عايزين نظلم سابت لسه لغايه دلوقتي، سابت احنا بنقول اللي هو لسه بدايته، لسه بتتكلمي في بدايه موسم، لسه افكاره ما ظهرتش بشكل المطلوب، لكن بصمات المدير الفني بتبقى واضحه من البدايه. يعني كلوب جه مع ليفربول قدر اللي هو يغير شكل الفريق من البدايه. قد تكون ان هو النتائج ما كانتش مساعده كلوب في البدايه، لكن قدر اللي هو يعمل شكل وهويه ليفربول، قدر اعاد ليفربول تاني مصاد التدويج. صعب جدا احنا نقارن ما بين الاثنين، لكن البوادر مع سالوت مش افضل حاجه من وجهه نظري. اللي انت ما فيش شكل ليفربول والشراسه بتاعت ليفربول اللي احنا كنا متعودين عليها. لو ليفربول بيكسب او لو ليفربول بيحقق نتائج ايجابيه، اعتقد ان النسبه الاكبر بتبقى راجع في الوقت الحالي للعيبه، سواء صلاح او نونيز او فان دايك او ماكليستر اللي هم ظاهرين بشكل كويس جدا مع ليفربول خلال الموسم الجاري. لكن والاكثر توهجا فيهم هو صلاح طبعا، اللي كان بنتكلم في اخر ماتشين سواء قدام تشيلسي قدام ارسنال هو اللي كان صنع الفارق بشكل كبير. ده ما يعيبش سابت ولا اي حاجه لسه، يعني مش هتقدري تحكمي على صوت، لازم يقضي دور كامل مع ليفربول، خاصه ان هو جاي من دوري يعني اقل فنان بكثير جدا من الدوري الانجليزي، وهو جاي من فاينورد الهولندي والدوري طبعا كره انديه كلها محترمه كل حاجه، لكن في النهايه مش بنفس قوه الدوري الانجليزي والشراسه والمنافسه بتاعت الدوري الانجليزي. لكن اعتقد ان ليفربول السنه دي مع صوت قد يعاني في العديد من ده اللي احنا هنشوفه الايام القادمه هتسفر عن ايه. كل الشكر ليك بلال السيسي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا كده خلصنا فقرتنا الرياضيه دلوقتي، لكن لسه في كلام تاني موجود على مدار الحلقه في الرياضه. خلينا نرجع دلوقتي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي يا منى.